مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. إذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، أعتقد أن حديث الساعة للجميع وكل شيء كيهضر عليه حاليا هو العيد، العيد الحولي، الأثمنة ديال الخرفان في السوق إلى آخره. وأعتقد كذلك ما كاينش حاليا شي مغربي اللي باقي ما طلعش للرحبة، باقي ما مشاش كذلك الكراجات الكوريات إلى آخره، ويشوف شحال وصل الأثمنة ديال الحوالة هذا العام. هاد العام الا مشيتي دابا حاليا للسوق، ديك الحواله اللي كنا كنعرفوهم شحال هادي الفيان الاف، ما بقاوش شي، ما كاينين شي اصلا، مستحيل من سابع المستحيلات انك حاليا تجبر شي حاولي بهذا الثمن هذا. فاحنا من خلال القناه ديالكم فيما كتعرفوا معنا اننا بشكل يومي كنمشي وكنواكبكم كنواكبوا معكم الاثمنه ديال اللي كاينه في السوق، الاثمنه الخرفان من جميع المدن المغربيه. فاليوم حنا في مدينه طنجه، طبعا اليوم معنا يوسف. يوسف هو جمعاوي معروف مدينة طنجة. يوسف طلع للرحبة لقى الأثمنة غالية بزاف، الأثمنة اللي ما كاين ماشي في استطاعة المواطن، والحولي المدعم ما كاين، ما لا لا أثر له، ما كاينش في الوجود نهائيا، ما كاينش، ما السوق ما كاينش فيه حولي مدعم نهائيا. يعني داكشي اللي كنا كنسمعوا شحال هادي، وان يعني الدوله خصت واحد القدر للمواطن الدرويش، وان باش كلشي يعيد الى اخره، ما كاينش نهائيا، كتبقى مجرد كلام، مجرد حب على ورق، الواقع شيء اخر، الهضره حاجه والواقع حاجه اخرى. فاليوم هو من خلال هادشي هذا شنو دار؟ مشى دار واحد المبادره اللي اعتقد انه من خلالها هضر بلسانه وبلسان جميع الدراوش وجميع المواطنين. خليكم معاه، خليه هو دابا، هو حاليا هو اللي غيشرح لكم بالضبط شنو دار وشنو التصرف وشنو الاجراء اللي اتخذوا باش يحارب الظاهره. يوسف تفضل، مرحبا بك معنا. السلام عليكم، اولا كنشكرك على حساب هذا اللقاء الجميل. ثانيا نقدم لك نفسي، معك يوسف دواسي، رئيس جمعيه اجين تعاونوا الاعمال الاجتماعيه والحقوقيه. الموضوع هو حول أضحية العيد، وحول الموضوع وحول الحولي المدعم. يعني اليوم عملت واحد لقاء مع احد الجهات في الولايه، بعد يعني في شؤون اقتصاديه، دخلت يعني كاستفسار كاخذ وعطاء بعض المعلومات، سقسيته على حساب حسب اللجنه اللي قلت له بان خصنا تنزل في السوق الماشيه، كما يعلم الجميع بعد العشوائيه اللي كيشوفها الجميع في السوق. قلت له كنطالب بلجنه معلومات صارمه، قلت له باش يعرف يعني المواطن بان الدوله في جنب ديالو. كان الجواب هو ان لجنه من بدايه يعني من بدايه السوق، انزال السوق في سيدي ادريس، كاين تما لجنه. قلت له خصنا حنا يعني المراقبه ضد يعني ضد الاثمنه الخياليه اللي في السوق. قال لي بان الاثمنه في المتناول اليوم، قال لي نعطيك الحصيله اليوم، الحصيله اليوم هي من بين 1800 درهم الى 5000 درهم. هذا سؤال لجميع المواطنين اللي اليوم طلعوا منهم انا للسوق، واش جبرتوا هذه الاثمنه من 1800 الى 5000 درهم يجبروها؟ يعني اللجنه اللي عطاتو هذا يعني هذا الرابور ديال اليوم، السوق 1800 ما كاينش نهائيا. قلت له لا كانت 1800 خذوا المحسنين، راه كيتعاونوا في بحال جميع الاعياد السنويه، فهمتي؟ يعني الدرويش شرا، الدرويش شرا، حنا في الحي ديالي حتى واحد تقريبا قليل اللي شرا، في الحي ديالي كيكون كلشي شرا. المهم السؤال اللي كان مطروح اللي كان اكد عليه هو يعني هما بعد جهات مختصه عندهم درايه بجميع الاشياء التي تدور في السوق الماشيه. قلت له اين هو حولي المدعم للمواطن الطنجاوي او للمواطن المغربي بصفه عامه؟ قال لي هذا سؤال ليس له جواب عندي انا، يعني ما يقدرش يجاوب، خلي ما نقدرش نجاوبك عليه. شكون اللي يقدر يجاوب عليه؟ شكون مسؤول؟ شكون مكلف؟ شكون اللي يقدر يهضر ويشرح شنو واقع في طنجة؟ هذا هو اللي اولا كنشوف الفئات المنتخبه العمده، ثانيا الولايه اللي هما المجلس الاقتصاد، راه هما عندهم حتى هما خصهم يخرجوا ويهضروا للمواطن ويشرحوا له، يعني شكون المواطن لمن يسمع؟ مش عارف شنو كاين في السوق، فهمتي؟ المهم هضرت مع اخذ وعطاء، يعني الاثمنه خياليه في السوق، كنطالب بلجنه تنزل في الارضيه يعني السوق الماشيه. قال لي بان اللجنه كما قلت لك سابقا اللجنه تما، ولكن التغيير ما كاينش تغيير، كاين واحد العشوائيه كبيره جدا.
هاد الاشياء اللي خلتني توجهت الى ممثل صاحب الجلاله نصر الله وايده السيد الوالي المحترم بشكايه برفع الضرر على المواطن الطنجاوي او المواطن يعني المواطن الطنجاوي في سوق الماشيه في هذه الايام المعدوده. يعني احنا عارفين دوله دعمت واحد الاضحيه هذا العيد بعد الكسيبه دخلاتها من اوروبا، يعني خصنا نعرفوا هاد الاضحيه فين هي، ما كاينش في السوق. هذا سؤال موجه الى اين هو الحولي المدعم؟ واخا نزلت للسوق 3000 درهم، يعني هذيك الحولي 3000 درهم واخا انت قادر تشريه ولكن ما يقنعكش، ماشي الحولي اللي يستاهل 3000 درهم. التمنه كتبدا 3000 درهم 3000 درهم وطلع ماشي 2000 ما كايناش. مي سقسيتو على الحول المدعم كان جوابه هو في شركه مرجان مثلا، قال لي هو في مرجان. يعني المواطن الطنجاوي ولا الشعب بصفه عامه ما مبليش بمرجان يمشي يشري الحولي بكيلو 50، يعني في مرجان 50 كيلو في الحولي 3025 الفرنك يتقام عليه. اذا هنايا ما كنشوفوش بان الدعم الدوله اثر على هذا، يعني فهاد يعني عطى شي يعني منافع ديالو في السوق ما كايناش. الحولي المدعم بحال الحولي غير المدعم في السوق، داخل السوق كيتواجد الشناق، كيتواجد يعني عشوائيه كبيره اللي عمره باع في الحولي بعد السنه هذه. يعني هنايا كنكتشف في شنو الدور ديال اللجنه اللي تما، يعني السوق كل واحد كيعمل اللي في راسه. يعني السوق دابا حاليا ما فيهش اللجنه، اللجنه ما كتبقاش شنو واقع تما. اللجنه راه كنظن انا مكاين هذه المهزله هذه، ما كاينش لجنه لجنه اللي تحمي المواطن مع عديد من الاشياء منهم الاثمنه، ما كاينش لجنه. انا حنا السؤال اللي موجه وكنأكد عليه. شفتي المواطن طبيعه الحال المواطن بالنسبه له كيجي الاثمنه مرتفعه جدا غير قادر عليها بتاتا، حتى ما يقدرش يشري. مثلا حنا عندنا مدينه طنجه ثاني مدينه اقتصاديه في المغرب فيها الكري بزاف، ياخذ كيشبر في الشهر ثمن غذاء وجبه غذاء من بعض الناس يقدر على خلاص ذكرى على اشياء اللي من بعد الاضحيه، يقدر على الاضحيه الموده، يعني كثير من الاشياء التي تخليه اللي ما يعيطش. هنا المواطن كيجبر بان دوله ما معاهش. هادو من الاسباب اللي كيكرهوا المواطن الطنجاوي او المغربي او الشباب في يعني في بلدهم. يعني هاد الصفقه هذه اللي يعني اللي مرت من الحكومه صدقت على حولي الدعم للمواطن، حنا كنشوفها ما عطات حتى منفعه ديالها، بالعكس عطات اضرار. يعني هاد الصفقه دازت بالاسم المواطن بدعم المواطن، ولكن في الواقع ما كاينش. ضروا ما يكونوا عندهم استفادات منها شخصيا بعض الاشياء بعد المسؤولين داخل الحكومه المغربيه. فهادو كنشوفهم انا من النظره ديالي يحاربون ما يعني المجهودات صاحب الجلاله، يعني كيقوم بحال مجهودات جباره من اجل نجاح هذه المملكه في عديد من الاشياء، لا في استثمارات ولا صراحه. المغرب تبدل بزاف، ولكن كاين بعض المسؤولين عندهم يعني عندهم اعوام محدده وايام محدده كما قلت سابقا، يعني يحاربون هذا النجاح. ونتمنى منهم ان يكون في هذه الايام المتبقيه من يعني يعملوا شي اضافه صراحه لجميع المواطنين. خصنا نشوفوا الابتسامه يعني في جميع الاحياء المغربيه وجميع الاسر المغربيه كذلك. تفاعلت مع شي كيديري ولا باقي؟ شي كيديري اليوم الى صاحب الى والي الجهه. لا دفعت اليوم، ما يقدر يكون رد شي يومين ولا على حساب فوقاش يتوصلوا بشكايه. انتم كجمعيه ما اتخذتوش شي اجراءات ما اتخذتوش شي حاجه شنو تضرر؟ ما المحسنين صراحه ما يقدرش يعاونك في هذه الظرفيه هذه. حيت الاثمنه طالعه، هو كان مثلا 20000 درهم يجيب بها 14 حول، 1100 1150 1200 دابا كيجبر هذاك كيجبرو ب 3000 درهم. شحال خصو؟ ولا احسن العاون الجامعي يا اخويا كيبغي يعمل واحد البادره مزيانه ولكن ما يقدرش، فهمتي؟ ما يقدرش. كنتسناو يعني كنتسناو شي مبادره من السيد الوالي، يعني اللجنه اللي داخل سوق الماشيه يعني بمعلوماته الصارمه من اجل تخفيف هذه الاسعار او يعني من العديد من الاشياء داخل العشوائيه داخل السوق. اذا مشاهدي متابعي قناه شوف تي في كنتم معنا في